السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة للجميع. هذا الفيديو هذا درته صراحة فواحد الحاجة اللي هي درس لينا حنا كاملين كمغاربة. حنا المغاربة معروفين بإكرام الضيف وكنديروه فوق الراس، لكن شوية عندنا واحد مبالغة كثيرة، وهذه خصنا نردو ليها البال، سيرتو ملي كتكون كتهم المنظور العام للبلد وشكون هذاك الضيف. ف كنشوفوا ان المغاربه كتلقاهم كرام مع البراني بزاف اكثر ما هما كرام مع ولاد البلاد، وهذا الكرام ما كتلقاش في جميع تقريبا الدول العربيه، بينما في المغرب كتلقاه. وفين كيجي لها الكرم هذا؟ الكرم هذا كيجي لها مثلا ما كيجيش اجنبي عربي او غذا، فالناس كيستقبلوه في بيوتهم ومع وليداتهم ومع ازواجهم وكذا، وهذا شيء خطأ وغلط بالطبع، لان الكرم او حسن الضيافة عندهم محدودية وعندهم حدود. فاي دولة عربية مشيتي ليها ولا كذا راه غيستقبلوك، لكن غيستقبلوك في الوطيل، يقدروا يخلصوا عليك الوطيل مثلا، ولكن ما غيدخلكش عنده لدارو مع ولادو مع الاسره ديالو. لكن بينما حنا المغاربه كنديروها. علاش كنهضر في في الباب هذا وكنقولوا؟ لاننا كنتعضوا بزاف المرات من هاد الناس اللي كنكرموهم وكندخلوهم عند وليداتنا او عند الازواج ديالنا. وخير مثال اللي خلاني ندير هذا الفيديو هذا واحد الشخص يقولوا له سعد الشرعي او اسعد الشرعي، هو يمني خرج بواحد الخارجه ديالو بعد ما جا المغرب من الفوق حتى لتحت. نشوفوا الخارجه ديالو ومن بعد نتكلموا عليها. ولا اليوم صوره للملك ملك المغرب محمد السادس وهو يستقبل مخترع تقريبا، والمهندس الذي قيل انه هو الذي اخترع هذا السياره بالهيدروجين 100%. وليش الزعل والفحطه وليش حقرونا وحقرت حقرتنا واستهزأت بنا؟ لماذا تستهين وقد الملك بشحمه ولحمه بيقول لك طائره سياره مغربيه 100%؟ يا عالم يا ناس، قلت لكم انا ماني تبوني، انا انسان معي عقل، انا ما اقدر استوعب حاجات مش مستوعبها. انا الذي افهمه انه ما فيش دوله عربيه تصنع سياره. بعدين احاول اقول لهم يا جماعه طيب هل هو تصنيع مستمر ام قدي هذيك السياره فقط صنعوها وبس وضجه اعلاميه؟ هل ستدخل السوق؟ ستدخل السوق، ستنافس مثلا تويوتا، ستنافس الالمان، ستنافس الايطاليين، ام انه واحد ابتكر هذه الطريقة وخلاص، ولا بيكون إنتاج ولا بيكون تسويق ولا بيكون شيء؟ كما شفنا وكما سمعنا السيد كينتقد وكيهضر وكيشكك ويبخس الفكر المغربي ويبخس حتى المجهود المغربي، يعني على حجر هو المغاربة بالتعرابيت، وخبررها أو غيرها هو حجرها. علاش يحجر؟ ومن حقه يحجر، لأن ملي كتشوف مثلا بحاله هو كشخص مثلا لا وزن له في الساحه الدوليه، او يعني هذا ماشي مبعوث اممي، ما هو مندوب الامم المتحده، ما هو وزير الخارجيه ديال احدى الدول العظمى، فاذا به يوتيوبر كتشوفوا جاء المغرب، استقبلوه النخبه، بعض النخبه المحسوبه على النخبه المثقفه، ودوروه المغرب وكرموه، واعيان ديال بعض المناطق اللي لها وزن في المنطقه ديالها كرموه ولبسوه الفوقيه الصحراويه ولبسوه كذا وهذا، واكل خيرات البلاد مال الضواطاب ووسط النساء ديالهم وكذا. وهذا الشيء كان صراحه ما حاملينوش بزاف ديال المغاربه، لان المغاربه عندهم النفس، راه ماشي كلشي بحال بحال. لان كيفاش واحد الانسان ما عندوش وزن كدير ليه هذا الوزن هذا؟ راه وكنشوفوا السيلفيات والناس كيتصوروا معاه وكانه توم كروز ولا شي واحد في هوليود، مع ان السيد راه نكره، مجرد انه كيدير تليفون كيتقابل معاه وكيبدا يدوي، ينتقد هذه الدوله وينتقد هذا ويسترزق من الادسنس.
فملي كيجي لواحد البلاد معين لها تاريخ وتاريخ ضارب الجذور ديالو، راه المغرب هذا راه ماشي دولة يلاه بانت في الستينات، راه المغرب هذا دولة السعديين، دولة المرابطين، دولة الموحدين، وهلم جرى، راه من الأندلس وهلم جرى. فكيجي واحد عايش في الحجر وعايش في المزرار وكذا، فإذا به من طبيعة الحال غيب خس العمل الفكري أو العقلي، لأنه ما عارفش المغاربة اش كيسواو، لأنه ما عارفش وليدات المغاربة شنو هما كيسواو. راه الدري عنده مع 8 سنين راه مخترع، 10 سنين مخترع، ما كاينش أرضية خصبة بالطبع، ولكن كاينين الناس أدمغة، راه سير الجوطي تاع هذا المغلف راه يحيروا لك فمك. فهاد السيد ما عارف والو، لأن البيئة ديالو بالفعل ما فيها والو، فيها الحجر، كنعرفوا منين جاي، حنا ما كنبخسوش الأمور وإنما هذه حقيقة. خاطب الناس على قدر عقولهم كما قال سيدنا علي، والانسان ابن بيئته، هذه ما غنلوموش هو، ولكن كنلوموا الناس اللي جاوا واستقبلوا وداروا الطبله والبندير. حتى ولاش كيقول لك، ولا يقول انا ملي جيت المغرب ما لقيت لا مصانع لا والو، داوني غير الواحد المصنع ديال السردين كما كتسمع انت، سمع دابا. وللاسف يعني انا زرت المغرب كلها ولا جاء على بالي يقولوا لي روح المنطقه الصناعيه، شوف لك يعني ودوني صنع، ذهبت مع الاخوه في الى مصنع الاسماك، مصنع السردين، كنت اتمنى يعني ندخل شوف الماكينه، هل اذا معنا دوله عربيه بتصنع ولا هذا شيء. اشتي السيد ولا طامع انه خصو ديروا لي جوله ماشي في المصانع ديال السردين ولا كذا، ولا بغى يشوف مصانع الحربيه ويشوف المصانع الاخرى باش من صفه باغي تشوف هذا الشيء. شكون كنت هنا ملي كتعطي لشي انسان قيمه اللي ما عندوش هذيك القيمه، فبطبيعه الحال غيطلع لك فوق راسك. فهذا تنبيه عطاه الله سبحانه وتعالى لينا كمغاربه، نغيروا من السلوك ديالنا تجاه البراني، وديك عقده البراني نخليوها نبعدوها علينا، ونهتموا بامورنا ونكبروا بعضياتنا ونهزوا بعضياتنا وندعموا بعضياتنا، وما تغروش في البراني، راه البراني كيبقى براني. فملي كتشوف العالم الغربي كيتكلم على الاختراع، الناس اللي عندهم علم وعندهم كذا وزن عارفين شنو المجريات، وكتجي واحد جاي من الحجر ومن المزرار، فبطبيعة الحال غيبخس الامور. Première voiture au monde équipée d'un système breveté de capsules amovibles fonctionnant à l'hydrogène. Voici la nouvelle Namix, le premier HUV pour hybride utility vehicle. 800 km d'autonomie, un réservoir principal, 6 capsules amovibles, des performances de voiture de sport. Rien que ça, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'extérieur de la voiture, le fonctionnement de ce système de capsules amovibles. J'échangerai avec Fawzi Anaja, le fondateur de Namix, qui nous expliquera quelle est l'ambition de cette nouvelle. Hadi. تعليما تعلموها وما نطيحوش فيها. وإلى فيديو لاحق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.